تيتوان. كنرحبوا بالاخوه ديال الجمعيه ديال تطاول اليوم الاحدى ديالنا والاخوان ديالنا، وهذه ماشي اول مره، يعني صباح كنا تلاقينا وتلاقينا وكنهضروا بعضنا مزيان، ثم صبحتوا منا وحنا منكم. كنتمنى من الله يوفق الجميع، وكنتمنى من الله عز وجل يوفقكم في المسابقه اللي غتجي ان شاء الله ديالكم الاستحقاق الدولي اللي غيكون ان شاء الله نهار 3 في شهر 12 في شهر المينا، موفقين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنعاود نرحب بكم، وكنتمنى حظ سعيد حتى الاخوه ديال الجمعيه ديالنا، الابطال ديالنا تبارك الله عليهم، حتى هما يعني حاضرين وفي المستوى، وتبارك الله عليكم. يعطيكم الكلمه السي محمد. شكرا سي محمد في اللقاء الرحيم. بداية كنشكر السي محمد الترغيني رئيس جمعية تنجيس على حفاوة الاستقبال، ومن خلاله كنقدم تحية إجلال واحترام لجميع الأبطال ديالنا جمعية تنجيس الشقيقة. هذه التظاهرة أو هذه المباراة هي منظمة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد وذكرى غالية على قلوب جميع المغاربة، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المباراه تبدا وتنتهي في اجواء جميله ان شاء الله ما بين احبه ابطال جمعيه التطور وابطال جمعيه تنجيز. اللي كاين بحال اللي قال السي محمد الترغيني، احنا الان في جمعيه التطور والسيد الشاطئ الان بصدد تهيئ تظاهره كبرى، تظاهره دوليه ان شاء الله في 3 شهر 12 المقبل ان شاء الله في مدينه تطوان. وبالمناسبة كنرحب بالإخوان ديالنا في جمعية تنجيس أنهم غادي يجيو إن شاء الله يشرفونا في هذه التظاهرة الدولية اللي غادي يحضروا فيها 60 زوج 60 بنوم، ونتمناو يكون كل شيء بخير وعلى خير، وكنتمنى التوفيق في هذه المباراة هذه من جميع الأبطال من الجمعيتين. تحياتي لجميع الإخوان. كل شيء معنا الاعلامي القادر سي رشيد الحديدي بلا ما نعطيوه الكلمه، تفضل سي رشيد. هو كان المفروض انتينا نعطي وقت تقدم، ولكن الامور هو عملت واحد الكلمه الافضل. انا كنسميهم الاخوان هذو مع بعضهم، الحمد لله العائله ديال جمعيه سيتاو اللي هو الصيد القسم والصيد الرياضي جمعيه تنجيز الصيد الرياضي. كنحييكم كاملين، وكنحيي على الروح الرياضيه ديالكم، ووجهنا الدعوه اكيد غادي نحضروا، ويشرفنا اننا نحضروا الى جانبكم في التظاهره الدوليه، وهذا واجب يمكن اقل حاجه يمكن نعملوها، وهذا هو الشيء الجميل. انا كنقول اليوم كاين كلاسيكو ديال الصيد الشمالي،
كاين اليوم واقيلا الذهب وان شاء الله الاسبوع الجاي، ولكن جميل هذا الشيء هي الوجوه ديما مبتسمه. نتمنى ان البحر يمد عليكم عاوتاه هو بالرزق ديالو، والحمد لله الامطار نعمة الامطار اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، وهذه اضافه جديده. واللي كنتمناو دائما هي تكون متعه الصيد واستمتاع باللقاء والسلامه في الذهاب وفي الايام في الحضور كنعرفوا المخاطر ديال البحر. ونتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. طنجه تكون دائما خويا الحمد لله ما كاينش الفرق بين بينها 60 كيلومتر في هذا العصر هذا ما كتساهل والو ان شاء الله. ما يوحد طنجه تكون كنقولوها ديما اما كاينش العائله كامله مع بعضياتهم. الاولى اي واحد قلت له شنو عندك هنا ما يمعنا ماشي الحدود الجغرافيه حتى العلاقه الاجتماعيه حتى الدم كيجي مع بعضياتي. اللي نتمناوها دائما حنا كرياضيا نعملوا واحد الرساله لا سيما الجيل اليوم اللي كيتمنى افكار لا رياضيه في المجال الرياضي، ولكن انتم السفراء الحمد لله ديال الروح الرياضيه مره اخرى بالتوفيق للجميع. ودائما والله الا اسعد بحضوركم رغم الالتزامات. قلت الحمزه انا غنهون اليوم نطلعوا تما ان شاء الله وبالتوفيق ومسابقه اللي يربح ان شاء الله. تحيه لهذا الشيخ العاقل. شكرا سي رشيد بارك الله فيك. وكنوجهوا تحيه للجمعيه المغربيه للاسعافات الاوليه خلال جوج ديال البطلين صفقات عليهم. الاخوه الطلبه الاعلاميه اللي كاينين معنا حتى هما كنشكرهم. الاخوه ديال الافاده الكره الغنقه لاكرونيك 365 والان ان شاء الله غادي نستمعوا. الله يسهل الامور. الله يسهل الامور. الله ميسر طريق لاباس. ودابا نجي لعندك الله يرفع عبد الغني شالي شالي تا ما زريتيش هذاك العفريت ما زريتيش هذيك العفريت زين انا معك واحد شويه مع سيدريس
يطلعوا دابا على بركه الله مره اخرى كتوجدوا في الشاطئ البلدي في مدينه طنجه، والمناسبه هي واحد كلاسيكو ديال الصيد الرياضي ودي كيجمع بين جمعية تنجيس للصيد الرياضي وكذلك جمعية تيطاون اللي هو الصيد الشاطئي. كذلك اللي معايا على الجهة اليمنى سي رشيد عنيقد اللي هو رئيس جمعية تيطاون للصيد الرياضي، وفي الجهة اليسرى معنا السي محمد التغيني اللي هو رئيس جمعية تنجيس للصيد الرياضي. وكنعرفوا العلاقة اللي كتجمع، وهذه العلاقة كنتمنى تكون بين جميع مكونات ديال المشهد الرياضي بجهة طنجة تيطاون الحسيمة، وكيتميزوا بروح رياضية ودائما بيناتهم هذه العلاقة، وهي واحد المباراة كنقولوا مباراة الذهب اللي كتجمع الناديين بجوج ديال المهتمين بالصيد، لأن كاين فريق من تيطوان وفريق من طنجة، عندنا غير يلعبوا اليوم الذهب وبعد 15 يوم غادي يلعبوا. نبداو بالدافية السي محمد. طيب السي رشيد مرحبا بك. شكرا لك السي رشيد. أنا كيشرفني أنني نهضر اليوم مع أبطال جمعية تيطاون اللي هو الصيد الشاطئي، هذا الشاطئ الجميل الشاطئ البلدي لمدينة طنجة. نشارك الأبطال الجمعية ديالنا مع الجمعية الشقيقة راحة اللي هي جمعية تنجيس، واللي كنتمنوا لها كل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير، ونشكرها على طبيعة الحال على المجهودات اللي خلصت لها تهيئ هذه المباراة الودية الجميلة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. هذا شرف لنا. إذا هي كتدخل في إطار احتفالات بالذكرتين الغاليتين، ذكرى 47 المسيرة الخضراء المظفرة، وكذلك 67 لاستقلال المغرب، وحنا في هذه المناسبة وهذه الأجواء الجميلة الحمد لله على نعمة الأمطار. سي محمد، هذا الجو هذا وهذه الأمطار اللي نعم عليها ربي علينا مؤخرا، أخرج معنا شي تحت على المسابقة المتسابقين. أولا كنترحب بالضيوف ديالنا الكبار جمعية تطاون بجميع الأبطال ديالها وعلى رأسهم السي رشيد الأخ العزيز والسابق الكبير. هذه المسابقة هي بحال اللي قلتي المسابقة على المستوى الجهوي جهة طنجة تطوان الحسيمة، المسابقة الأولى ديال هذا العام الرياضي 2023، وهو سبحان الله العظيم حتى العام اللي فات المسابقة اللي كانت عندنا في نفس المكان وفي نفس الزمان وكان فيها الشتاء إلى باقي هذا عقل، دخلنا كنصوروا والشتا كطيح علينا ودخلنا الداخل، والحمد لله ربي إلا كنا عارفين ربي ماشي يرحمنا كنا كل شهر غنعملوا هذه المسابقة باش الشتا يطيح علينا. السي رشيد، أنتم مقبلين على تظاهرة دولية النسخة الأولى ديال السباق ديال التيطوان الرياضي، وهذه مهمة، واش هذه بروفة إعدادية للعناصر ديالكم من هذه المباريات بحال هذو ولا المناسبات؟ دائما جمعية التيطوان اللي هو الشاطئي على أهبة الاستعداد صراحة، لأن احنا عندنا المباريات الداخلية ديالنا كتتراوح ما بين 7 و8 المباريات على الرياضية، والأبطال ديالنا ولله الحمد حسب الترتيب بطبيعة الحال هما الأوائل هما اللي غيشاركوا في المباريات بحال هذو. هذه مباراة دولية غادي يكون عندها واحد الوزن كبير بطبيعة الحال، خصوصا أن تقريبا الجمعيات المغربية كلها غتكون حاضرة إن شاء الله ممثلة في أبطالها. جميل جدا أننا نجيبوا هذه المباريات الدولية لأنها غيكون فيها واحد النوع ديال التآزر والتضامن والمحبة ما بين جميع إن شاء الله حاضر. إن شاء الله حاضرين كإعلاميين ندعموا هذا التظاهر، وهذا هو مرحبا. هذا اش كتشكل السي محمد التظاهر اليوم؟ خليوا هذه ديال اللي غادي تكون يوم ثلاثة مستعدين أنكم باش غادي تشاركوا في ديك التظاهرة الدولية، لأن جمعية تنجيس أصبحت رائدة وعندها خبرة في المسابقات، وهما عندهم خبرة كذلك في الأوائل في الميلاد ديال الجمعيات، لأن كنتكلموا على جمعيات اللي وزنين بمعنى غتقود لنا الجمعيات لهاد التظاهرة ونشوفوا شي حاجة اللي راح تغير في الصيد الرياضي. احنا الحمد لله مستعدين، وراه هذا ديجا عطينا الملاعبيه ديالنا اللي غيكونوا هذا اللاعبين والاسماء ديالهم يعني تبارطاجاو في الباج ديال الجمعيه المنظمه، وحنا مع الجمعيه ديال التطاون مستعدين ماشي غير في المشاركه بل حتى المساعده في التنظيم اي حاجه، لان هذا الحدث هذا دولي هو راه كي هو راه هو ديالنا كاملين حنا نتعاونوا فيه وينجح
ويكون يعني في احلى عطيني شحال من عندكم شحال من فريق 10 ديال دابا اللي مشى كيف في هذه اليوم هذه ديال اليوم 24 ديالنا و24 ديال هو اللي غادي يكون ديالو عطينا شحال عندنا عندنا 24 لاعب واش اخترتي كيفاش الاختيار احنا كيكون الاختيار بمباريات مباريات البطوله اللي كان محلية محليه بمعنى الاول الثاني الثالث كنمشيو هيدا بالرتب واذا علاش كنخلونا البطوله المحليه اخوان غادي على هاد الاختيارات بيان سور راضيين الاخوان متحمسين دابا الا غتشوف حنايا راه دابا كنتواجدوا ثلاثه ديال المسابقات لاعبين الاخوان دابا اليوم نهار ثلاثه غادي يكونوا في الطاون نهار هذا نهار هذا 10 غيكونوا في واحد المسابقه اخرى في المحمديه الوطنيه من موراها 24 عندنا عاوتاني مسابقه شمعي الحوت بصحتك سي رشيد شحال مشاركين كذلك 24 الاختيارات كيفاش جات؟ وكاين تكافؤ الفرص ما بين جمعيه تنجيس وجمعيه الطول لان ما يمكنش يوم جاكم مثلا ب 24 لا لا بغيت زعما نقول لك بحال قال السي محمد الترغيبي حتى هي المسابقه الداخليه المسابقه الداخليه هي اللي كتعطينا الاحصائيات ولهذا كاين واحد النوع ديال الحماس في المسابقه الداخليه باش جميع الابطال المتبارين كيكون عندهم الغرض انه عندهم الرغبه انهم يحصلوا على المراتب الاولى باش يشاركوا في المسابقات وفي المباريات بحال عندها وزن بحال هذا المعايير معتمده سي محمد هو القانون اللي خدمنا به في نفس في الكاس ديال العرش هو بالتنقيط ماشي بالوزن عملنا على 17 الاسماك الصغيره والاسماك اللي كتفترس على 23 الصيد الرحيم كاين الصيد الرحيم كاين ثقافه ديال ضروري الصيد الرحيم والمحافظه على البيئه وكان من هذا المنبر كنشكر الجماعه اللي خدمت معنا في هذه اليومين هذه الحمد لله كانت الشتاء وانت عارف الشتاء ان في البلايا كاين هاد المصبات هبطوا واحد العدد كبير ديال الزبل الحشاك وديال المخلفات اليوم الجماعه بكيلا يعني لي سوسيتي اللي كيخدموا معاهم بجوج هذه دابا على اضر هذا يومين وهما كيجمعوا في المخلفات هنايا وكينقيو الحمد لله ان شاء الله تاتهم بغات تمشي وغتجمعوا حتى حنا غادي نجمعوا حنا بدينا كنجمعوا دابا كيما شتي مزيان الله يهدي ضروري هو الهدف ديالنا كنا الهدف الاول هو الحفاظ على سي رشيد شي كلمه تقول بمناسبه تنظيم تظاهر الاخوان اللي يتابعونا على المنبر ديال جيرد لاكونيك موقع 365 انهم يدعموا الحضور ديالهم انا كنب عليك ونقول لهم اي واحد كيهوى رياضه الصيد كيهوى القصابه كيهوى غادي يكون سعداء انه يحضر في تيتوان ان شاء الله مرحبا بالجميع مرحبا بالجميع هواة الصيد الشاطئي مرحبا بالجميع الرياضيين اللي كيهواوا السوق كاستين لان هذه مباراه غادي يكون عندها واحد الوزن وواحد القيمه كبيره خصوصا ان غادي يكون فيها جمعيات من مختلف دوليه ومن مختلف طبعا بحال الجمعيات المغربيه وحنا بدورنا كيشرفنا اننا نستقطبوا هاد الناس ونرحبوا بهاد الناس وانا كنرحب بالجميع انا كنرحب بالجميع وكنقول لهم من هنا كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه غادي يكون عرس رياضي بامتياز اذا يوم ثلاثة شاهدوا جميع الوجهه غادي تكون ديالنا ان شاء الله هي مدينة تطوان وشاطئ الميناء تاريخ تطوان سبتة وغادي يكون يوم رياضة الصيد الرياضي بامتياز نتمنى لكم سي محمد التوفيق بجوج وغادي نشوفوا كذا حمزة باقي غادي يعمل شي صور ونشوف لكم مرة أخرى إن شاء الله ونتمنى التوفيق للفريق معا وكنعرفوا أن المنافسة روح رياضية عالية بارك الله فيك والأفضل هو اللي غادي شكرا جزيلا كيما مشيتي تخليه يا ودي السي با ادريس مرحبا الف مرحبا نهار كبير هذا الله يحفظك يا سيدي الله يحفظك هادي الجزائر دوك واخا الشاف دابا
عليكم. أنا ميوك شوية. مش كنت عارف زين؟ هاني الأمور. بارك الله عليك الله يبارك فيك. بارك الله عليك سيدي. الله يبارك فيك عمي. الله يجيبها سمينة. امين عمي. تبارك الله تبارك الله اللي خرج علينا في الطاح الله ريني غادي تتقطع لك واعره الماكله صغيره سنطيوه هذيك قبره سنطويه سنطويه لا هذه ما تتقطعش بزاف هذه شويه سنطويه كتقطع هذه حتى الشعر يقطع وعليكم السلام ورحمه الله سنطيوه مع خويتها هي ماتت مسكينه دكدكتيها هي دائما هكا صعبه محمد دوالك شي في يدك لا عمل شي محرق صافي شحطاك خير الله خير الله كاين دابا دقائق بصح والله الا هو اللي باقي تبارك الله الخير الله هذا الصفر عادي ما نسيت صح والله ديو اللي تيجي
شي جمهوريات واحد السوله بارك الله. هذا فين هذا شي عمر تحرقي سي خاصم وي عرفتي كاعي مرة طالع له الدم الويحي الله 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 خاصو البوطار لا البوطار قلنا له ضغيه ما كاينه بالله ماشي انا بعيد محمد القصر علم توا في الديه باقي 18% و 19.50 باقي توا في الديه واش عطاني انا سمعتك صافي 18% و 19.50 ماشي 150 علم 120 عبد الرحمن يتفرجوا في الدنيا فاطمه اي كاين هذا هو الأهم ما كيهمش الروطار ولا شكون اللي تكلاصا ولكن اللي كيهم هو اللقاء ديالنا الأخوي وهذا المحبة اللي كتجمعنا بين جوج ديال الجمعيات وهذا هو الأهم بالنسبة لنا غادي نبداو بالإخوان اللي تطوعوا معنا واللي عملوا حكام ونعطيهم بعض الشواهد التقديرية من ثم غادي ندوزو للشواهد ديال هذا المشاركه ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتوجهوا الاخوان اللي تكلاصوا في المراتب الاربع واكبر سمكه قبل من هيدا كنبغي نشكر يعني السلطات اللي تعاونت معنا في شخص السيد الوادي والسيد كاتب العام ديال الولايه السيد القائد ديال المنطقه والجماعة رئيس الجماعة والسيدة مسؤولة على المديرين ديال تأهيل الشواطئ على يعني التعاون ديالو والتنقية ديال الشاطئ والمنابر الإعلامية اللي حضروا معنا وكنشكروا جميع الإخوان وكنشكروا حتى الجمعية ديال التطاول بجميع الأبطال ديالها وبالرئيس ديالها اللي تكبدوا على السفر وجاو حضروا معنا هذه المسابقة الان غادي نقول الشواهد ديال الشكر والتقدير للاخوه اللي تطوعوا معنا فيصل الزنطار عن الجمعيه المغربيه للاسعافات تصفيقات عليه باقي عندهم واحد الشهادة باسم الجمعية ديالهم باش يسلم السيدة الرئيسة الشباب المغربي للإسعاف تصفيقات شكون اللي من مورا عبد الرافع عليلو تصفيقات على عبد الرافع سلطان سعد الراف مصطفى عبد الغني بولعيش تفضل تصفيقات عبد الغني عندك رزق
إدريس أزارو، تفضل السي إدريس. المدير ضد التظاهرة، تفيقات على السي إدريس. تفضل. السي إدريس أزارو. التصفيقات على السي إدريس. حمزة بوي، التصفيقات على السي حمزة. عادي اللي يجو سي عادي حسن العمر تصفيقات على حسن طارق الأشقر عصام طوب تصفيقات على عصام عادل الخضر سي عادل الخضر صدار سي عادل سعيد للطيوي إلياس تي في حسين مرابط نبيل تحجيت سي نبيل لا والو عندي العيد الخوات أسامة ردام عادل الخلاني جلال الدين بقالي شكرا هشام السطي هشام السطي منصف الإدغيري منصف الإدغيري محمد الطويلي محمد الطويلي محمد
محمد الله يعطيك الله يفتح عليك. عطوني ها؟ طوني؟ طوني صح. بحال واخا دابا نزيدو عليه. منصور الشبلاوي. منصور الشبلاوي. السلام عليكم. تبارك الله عليك. الله يفتح عليك. ويني عبد الواحد كروت. عبد الواحد كروت. محمد حمي جا وقيل. محمد حمي. تبارك الله عليك الاستاذ. تبارك الله عليك. شو مزيان. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. جهاد وقيل جاوب. جهاد احمد. جهاد والو هذا محمد داوود. جهاد جا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الله يجازيك. تبارك الله عليك محمد داوود جاوب. محمد داوود. السلام عليكم سي محمد. تبارك الله عليك. الله يحفظكم. عماد. عماد الاسماعيلي. عماد الاسماعيلي. سي محمد تبارك الله عليك. الله يفتح عليك. امين امين. سمعنا خسرت فيها. محمد المغراوي. محمد المغراوي. محمد تبارك الله عليك. منير. منير بن زكور. جلال حرشان. جلال حرشان. جلال حرشان. محمد الناجي المسناوي. محمد الناجي المسناوي. محمد 40000. اسماعيل فروح. اسماعيل فروح. اسماعيل فروح. سفيان الضوي. سي عثمان العقيلي. عثمان العقيلي. حجمتي منك. سي محمد الكركافي. محمد الكركافي. خالد سليم. خالد سليم. الله يرضي. محمد العربي الواد. محمد العربي الواد. ناس هنا هذا شيء من هنا الخدمة. من هنا الخدمة. من هنا الخدمة يا. فيلالي. عبد الحق فيلالي. لا هذاك ما يمشيش. هذاك ما يمشيش اليوم عيبات هنا. هذاك اليوم ما عرفتي اغلطت يا ملعب. مصطفى مصطفى التوزاني. مصطفى التوزاني. سيكشف فيهم كاملين عادي. الحق بقى. عبد الرحمن التيشوكي. هنايا هيدي تمشي بالدرع. صفيقه سي عبد الرحمن. شي كاين شي انرجي.
سي عبد العالي الخريم؟ عبد العالي الخريم لا ما مشاش هذه المرة. لا دابا غيمشي شوف شوف شنو يعمل؟ لا والله شنو يعمل؟ شوف ما يصبحش هنايا. كامل كمايو عبد الحق هذا. اذا الاخوان الان غادي نجيو للترتيب ديال الابطال الفائزين الاوائل. عندنا اربعه ديال الابطال وغنبداو بالمرتبه الرابعه. نعيطوا البطل الكبير اللي هو سي عماد الاسماعيلي من جمعية الطاو اللي هو السيد شاطئ. دي محمد الله يحفظك. ياخذوها هنا ويمشيو لتما ديك الساعه نصوروهم تما. ديك الساعه تعمل مشروع جماعي تبع مشروع جماعي. عندك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بالصحة والراحة. يعني الآن البطل عماد الإسماعيلي بعد التزويج. المرتبة الثالثة البطل سفيان الضاوي عن جمعية تنجيس للصيدر الرياضي. سفيان الضاوي تفضل. سفيان المرتبة الثانية البطل مصطفى التوزاني عن جمعية تنجيس. تفيقت الاخوان واخا ما يستاهلش. واحد النصراني زرق حتى هو زرق مع راسي. المرتبه الاولى البطل عبد الحق بن بقاس الفيلالي. تفيقت عليه الفيلالي. اجيتي في الوادي الملعوب الحمق مع راسي عبد الحق. البطل منصف سعيد الشبلاوي عن جمعية التطاول. دناني أني البطل منصور الشبلاوي عن جمعية التطاول بهذا التتويج أكبر سمكة. Thank you.